في الجزائر بدأ البرلمان مناقشة مشروع قانون مثير للجدل لدى النواب والناشرين الذين يقول بعضهم إنه يحد من حرية النشر. يأتي ذلك في الوقت الذي تشهد فيه الساحة الإعلامية أزمة تقييد للحرية حرية التعبير على خلفية وقف بث برنامج سياسي ساخر على القناة الجزائرية بعنوان ويك إند. وقالت هيئة ضبط المجال السمعي البصري إن البرنامج تعرض بالتشويه لشخصيات سياسية. نفت إدارة قناة فضائية خاصة في الجزائر وقف برنامجها السياسي الساخر ويكند جرى ما قيل إنها ضغوط تعرضت لها بسبب الإنذار الذي تلقته من سلطة الضبط السمعي البصري بعد تناول إحدى حلقات البرنامج مضمون كتاب صدر في فرنسا حول أملاك بعض المسؤولين الجزائريين في باريس، إلا أن تحصر مقدم البرنامج في آخر حلقة قد يخالف رواية إدارة القناة، وهو ما يؤكده أحد مقدمي البرنامج. نأكد لكم بأن البرنامج تاعنا تحبس على جال الضغوطات السياسية المباشرة والغير مباشرة اللي تمارسها ضد البرنامج تاعنا. أما الرواية تاع القناة غير القناة تتحمل مسؤوليتها. وكانت سلطة الضبط السمعي البصري قد وجهت إنذارات لعدد من القنوات الخاصة، حيث أكد رئيسها خلال لقاء حول واقع وآفاق الإعلام السمعي البصري الضوابط القانونية وضرورة تكييف هذه الفضائيات التي تجاوز عددها 30 مع قوانين البلاد، حيث ما زالت تشتغل بصفتها قنوات أجنبية. إن قانون السمعي البصري الذي يفرض على المؤسسات السمعية البصرية امتثال للقواعد المهنية وأخلاقيات المهنة والامتناع عن بث محتويات إعلامية مضللة وعدم المساس بالحياة الخاصة وشرف وسمعة الأشخاص، تفرض على سلطة ضبط السمع البصري السهر كذلك على تطبيق هذا القانون بحذافره وبكل صرامة. إذن من الجدل الدائر حول هموم قطاع السمع البصري في الجزائر الذي يعيش واقعا بين الإنفلات الإعلامي ومحاذير السلطة، هكذا يصف البعض. جدل آخر يطفو إلى الواجهة ويتعلق بمشروع قانون الكتاب الذي يعرض للنقاش على البرلمان الجزائري. مواد تفتح باب التعسف وتحد من حرية الإبداع والنشر، هكذا يلخص رئيس نقابة الناشرين المشروع المثير للجدل حول قانون تنظيم سوق الكتاب الذي يناقشه نواب البرلمان. حتى بيع بالتوقيع لازم رخصة، هذا الشيء اللي ما كانش موجود في السابق. هذا قانون أنا نعتبره قانون تعسفي وقانون بيروقراطي. لكن آخرين يرون أن مشروع القانون الذي سيطرأ عليه نحو 40 تعديلا جاء لتشجيع القراءة وتنظيم سوق الكتاب من نشر وتوزيع وفق المعايير الدولية. نحن أخذنا أفكار وهواجس الناشرين في هذا القانون عبر تعديلاتنا، وإن شاء الله القانون سيكون في مستوى تطلعات هؤلاء، ولكن في جانب آخر ندعو من الناشرين يعني أن يكون نشاط الكتاب يعني ليس بالضرورة ربحي وإنما يكون ثقافي. وسيصدق البرلمان الاثنين المقبل على قانون الكتاب بعد نحو عامين من عرضه من قبل وزارة الثقافة. محمد جرادة، الحرة، الجزائر.